السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله سيشن رابع في دبلومة روبوتكس، واللي هنتناول خلاله إن شاء الله التورك أوف موتور أو حساب العزول. بداية، إحنا لو عندنا جسم بالشكل ده كده محتاجين نحركه حوالين المحور ده كده، فإحنا بنبذل شغل أو بنسمي الشغل ده هو العزم. طيب العزم ده بيعتمد عليه، أول حاجة بيعتمد على الفرس ده أو وزن الجسم ده، كمان بيعتمد على المسافة بين مركز ثقل الجسم ده ومركز الدوران أو مركز أو المحور اللي هو هيدور حوله، بالإضافة إلى المسبب للقوة ديت أو المسبب للقوة ديت، هل هي قوة رد فعل ولا قوة وزن ولا قوة احتكاك ولا أو قوة ناتجة عن احتكاك يعني، ولا هي مقاومة الجسم للدوران اللي هي المومنت أوف إنرشي. طيب العزم عبارة عن إيه؟ العزم هو قيمة، أو بنعرف العزم على إن هو قيمة متجهة لقياس مدى قدرة قوة على تدوير جسم ما حول محور ما. طيب قانون التورك باجي عام بيساوي إيه؟ قانون التورك باجي عام بيساوي فورس في ديستانس، قوة في مسافة. طيب عارفين إن القوة وحدتها نيوتن، والديستانس وحدتها او المسافه وحدتها متر. طيب ايه كيلو جرام في سنتي؟ ده في بعض المواتير، خصوصا مواتير الدي سي اللي بتشتغل بالتيار المستمر، قال لك بيحط وحده العزم بتاعه الموتور كيلو جرام في سنتي. طب ليه؟ قال لك ان انت نيوتن في متر ده عباره عن كيلو جرام في متر على سنه تربيع، فاحنا اختصارا بنقسم على عجله الجاذبيه الارضيه، فبيتفضل كيلو جرام، وبنحول المسافه من انها بالمتر لسنتيمتر. تمام. طيب اخدنا في الروبوتك سيستم للمانيبيوليتور ان اللينكات بتتحرك حركتين، يا اما انها بتتحرك حركه تويست او حركه ريفولوت. حركه تويست في حاله ان اللينك بيدور حوالين محوره، حركه ريفولوت في حاله ان اللينك بيدور على محور عمود على محور. هنبدا بحساب العزوم للينك بتحرك حركه ريفولوت، ثم نحسب العزوم للينك بتحرك حركه تويست. فلا بدايه كده روبوت بيتكون من 3 ديجري اوف فريدم، دي الجوينت رقم 1 وده اللينك رقم 1، دي الجوينت رقم 2 ودي اللينك رقم 2، دي الجوينت رقم 3 وده اللينك رقم 3. كل جوينت عليها موتور مسؤول عن تحريك اللينك، فهنلاقي هنا الموتور رقم 3، والجوينت رقم 2 على الموتور رقم 2، والجوينت رقم 3 على الموتور رقم 1، او الجوينت رقم 1 على الموتور رقم 1. هنبدا بحساب العزوم لللينك رقم 3، ثم نحسب العزوم لللينك رقم 2. طيب هنبدا ليه برقم 3 الاول؟ زي ما هيوضح بعدين ان اللينك رقم 3 او الموتور رقم 3 بيكون داخل في حساب العزوم للموتور رقم 2، فهنبدا بالموتور رقم 3 الاول. طيب احنا عارفين ان التورك بيساوي ايه؟ فورس في ديستانس، قوه في مسافه. طيب نشوف القوه اللي بتاثر على اللينك رقم 3 والمسافه بتاعتها او المسافه العموديه بتاعتها. طيب الفورس اللي بتاثر رقم 3 ايه؟ هي ايه قوه الوزن؟ قوه وزن اللي شايلها الجلوبه زائد قوه او وزن اللينك اللينك رقم 3 ذات نفسه. طيب فين المسافه العموديه؟ لو جينا نوضح المسافه العموديه كده، فهنقول ان المسافه العموديه هي المسافه من مركز اللينك، نمشي كده لحد هنا، دي المسافه العموديه. هنرمز لها بالرمز دي. طيب المسافه العموديه دي بتساوي ايه؟ اقول لك تعال نكمل المثلث. مش ده كده مركز ثقل الكتله اللي بتاثر في الجريبر؟ ده كده المثلث. طيب خلاص احنا ودي الزاويه سيتا، وده طول اللينك رقم 3. طيب المسافة العمودية ديت بتساوي ايه؟ المسافة العمودية ديت بتساوي طول اللينك في قصين الزاوية. طيب هل المسافة العمودية دي كده ثابتة؟ لا مش ثابتة، لأنها بتتغير بتغير زاوية دوران الموتور. طيب احنا هنحسب على هنا أو نحسب العزوم على هنا زاوية؟ هقول لك احنا هنحسب العزوم على أسوأ حاجة. طب أسوأ حاجة اللي هي ايه؟ أسوأ حاجة إن في حالة إن اللينك ده كده أفقي، يعني الزاوية دي بصفر، في الحالة ديت هيكون المسافة العمودية بتساوي طول اللينك رقم 3. طيب تمام كده خلاص عرفنا ان القوة رقم 3 عزمها بيساوي دبليو 7 مضروب في ال 3. تمام. طيب دبليو 6 اللي هي وزن اللينك، وزن اللينك احنا عارفين ان وزن اللينك بيأثر في مركز ثقل اللي هو في منتصفه. تمام، يبقى اذا وزن اللينك هيكون هنا كده. هتقول لي برضو ان المسافة بتاعت وزن اللينك متغير، هقول لك تمام احنا هنستخدمها في اسوأ حالة. اسوأ حالة في حالة ايه؟ في حالة ان اللينك يكون افقي. يبقى بالتالي قانون العزم هيساوي او التورك بتاع الموتور رقم 3 هيساوي دبليو 7 في ال 3 زائد دبليو 6 في ال 3 على 2، صح؟ لان دبليو 6 بتأثر في نص لينك. تمام، هقول لك تمام احنا عارفين اهوت ان التورك بيساوي ام في ال، في حاله ان احنا بنقيس التورك بوحده كيلو جرام في سنتي، حيث الام ديت الماس والال ديت طول اللينك او اللينس بتاع اللينك. طيب حساب العزوم للموتور رقم 3 بيساوي دبليو 6 في ال 3 على 2، ده لقوة وزن اللينك أو حساب العزوم لقوة وزن اللينك، زائد دبليو 7 في ال 3 ده حساب العزوم للقوة اللي شايلها الجريبر. طيب تمام،
هقول لك طيب احنا هنعمل تعديل بسيط على القانون ده. ايه هو التعديل ده؟ التعديل ده احنا هنفرض ان الكتله بتاعه اللينك بتاثر في اخر اللينك مش بتاثر في منتصفه، بحيث يكون الجزء الزياده او الجزء الزياده في المسافه هيكون عباره عن فاكتور اوف سيفتي، وبالتالي هيكون قانون العزوم تي 3 بيساوي دبليو 7 زائد دبليو 6. دبليو 7 دي الكتله اللي شالها الجريبر، زائد دبليو 6 دي الكتله دي كتله وزن اللينك مضروبه في طول اللينك، تمام؟ وكذلك باقي اللينكات، احنا بنعتبر ان اللينك القوه كلها بتاثر في اخر اللينك، وبناخد الجزء الزياده ده فاكتور اوف سيفتي او معامل امان في الموتور. طيب نرجع للموتور رقم 2، محتاجين نحسب العزوم للموتور رقم 2. خلاص الموتور رقم 2 هنشوف القوه اللي بتاثر عليه، هنيجي نلاقي القوه اللي بتاثر عليه ال دبليو 7 القوه اللي شالها الجريبر، وكذلك كتله اللينك رقم 3 لان هو لان موتور 2 بيحرك اللينك رقم 3، بالاضافه الى كتله اللينك رقم 2 ذات نفسه. وكمان في حاجه، وزن الموتور 3، وزن الموتور 3 لان هو كذلك موجود على اللينك رقم 2 واللينك رقم 2 بيشيل. طيب تمام، هتقول لي خلاص احنا كده عرفنا كل الكتل وعرفنا بتاثر، طيب او عرفنا المسبب ليه، طيب فين المسافه العموديه؟ هقول لك المسافه العموديه هي الجزء ده كده. هتقول لي ما هي متغيره لان زاويه دوران الموتور ده اللي هي سيت. هقول لك تمام، يبقى احنا ناخد على اسوأ حال. طيب اسوأ حال ايه؟ في حاله ان اللينك ده يكون ايه، يكون مستقيم، يعني زاويه الموتور ده صفر وزاويه الموتور ده صفر، تمام، وبالتالي هتكون المسافه العموديه ايه، هي ال 3 زائد ال 2، صح؟ تمام. فلو جينا نحسب العزوم للموتور رقم 2 هنلاقيه بيساوي دبليو 7 اللي هي كتلة اللي شالها الجريبر، دبليو 6 كتلة اللينك رقم 2، دبليو 5 اللي هي كتلة الموتور رقم 3، دبليو 4 أو كتلة اللينك رقم 3 رقم 2 مضروبة في المسافة اللي هي عبارة عن ال 3 زائد ال 2 اللي هي طول اللينك 3 زائد طول اللينك 2. طيب خلونا ناخد مثال الأرقام نحسب بيه العزوم للموتور اللي فات. هنا في المثال بيقول if the mass of the gripper is 0.5 kg, length of link 3 is 5 cm, mass of link 3 is 0.1 kg, mass of link 2 is 0.2 kg, and length of link 2 is 7 cm. Determine the torque of motor 3 and motor 2. بيقول لنا if the mass of the gripper كتلة الجريبر بتساوي نص كيلوجرام، طول اللينك رقم 3 5 سنتي، وكتلة اللينك رقم 3 1.1 كيلوجرام، وكتلة اللينك رقم 2 2.1 كيلوجرام، واللينس او الطول بتاع اللينك رقم 2 7 سنتي. احسب العزوم للموتور رقم 3 والموتور رقم 2. فاحنا نوقف الفيديو ونرجع للصوره ديت ونحسب العزوم للموتور رقم 3 والموتور رقم 2، وبعدها نبدا نشغل الفيديو ونحل المثال مع بعض. خلونا نطلع المعطيات من المثال ونراجع العزوم مع بعض. طيب هو قال لنا ان كتله الجريبر اللي احنا بنرمزها في المثال ب دبليو 7 0.5 او نص كيلو جرام، وقال لنا كمان ان كتلة اللينك رقم 3 اللي احنا بنرمزها بالرمز دبليو 6 ب1.1 كيلو جرام، وكتلة اللينك رقم 2 اللي احنا بنرمزها بدبليو 4 ب2.1 كيلو جرام، بالاضافة الى ان طول اللينك رقم 3 كان 5 سنتي وطول اللينك رقم 2 كان 7 سنتي. طيب احنا قلنا ان عزوم الموتور رقم 3 بتساوي دبليو 7 زائد دبليو 6 في ال 3. دبليو 7 اللي هي كتلة اللي هيشيلها الجريبر، ودبليو 6 اللي هي وزن اللينك رقم او كتلة اللينك رقم 3 مضروبة في طول اللينك رقم 3. طيب احنا دبليو 7 بتساوي ايه؟ بتساوي نص، ودبليو 6 بتساوي ايه؟ بتساوي 1.1، وطول اللينك رقم 3 بيساوي ايه؟ بيساوي 5 سم. اذا لو جمعنا 5.1 زائد 1.1 هيدينا 6.1، نضرب 6.1 في 5 هيساوي 3 كيلو جرام في السنتي. طيب احنا ليه اخدنا بالكيلو جرام؟ وحدة العزم هنا بالكيلو جرام سنتي، لان احنا معوضين عن الكتلة بالكيلو جرام والديستانس بالسنتي، فكانت وحدة العزم 3 كيلو جرام سنتي. طيب نحسب العزوم كمان للموتور رقم 2. الموتور رقم 2 عارفين ان العزوم بتاعته بتساوي دبليو 7 زائد دبليو 6 زائد دبليو 5 زائد دبليو 4، كل ده مضروب في ال 3 اللي هي طول اللينك ال 3 زائد ال 2. دبليو 7 دي اللي هي الكتلة اللي هيشيلها الجريبر، دبليو 6 ديت كتلة اللينك رقم 3، دبليو 5 ديت كتلة الموتور رقم 3، دبليو 4 دي كتلة اللينك رقم 2، كل ده مضروب في ال 3 اللي هي طول اللينك رقم 3 وال 2 اللي هي طول اللينك رقم 2. طيب احنا معانا دبليو 7 ودبليو 6 ودبليو 4 ودبليو 3 ودبليو 2، لكن ايه اللي مش معانا؟ اللي مش معانا دبليو 5. طيب هنجيب دبليو 5 منين؟ هقول لك انت بعد ما حسبت العزوم او حددت عزوم الموتور رقم 3 بتروح تشتريه، بتحدد نوعه وتحدد العزم وتقول للنت
او تكتب على النت ان انا محتاج موتور كذا وعزمه كذا، فهو بيديك اقرب مثال. لو كان في موتور موجود بالفعل ان هو بيدي مثلا 3 كيلو جرام سنتي، فهو هيطلعه لك. طيب ما كانش موجود، فانت بتشوف واحد اكبر منه سنة، مثلا هتلاقي مثلا واحد 3.5 كيلو جرام في السنتي، فخلاص فانت بتختار الموتور ده. وبعد ما تختار الموتور ده تدخل عليه، هتلاقي بيديك في المواصفات بتاعته كتلته، فانت بتحدد كتلته. طيب احنا حددنا كتلة الموتور رقم 5، او كتلة الموتور رقم 3 اللي هي دبليو 5 1.1 كيلو جرام. خلاص احنا كده كل المعطيات معانا، او كل المجاهيل في المطلوب في القانون معانا، معوض على طول. دبليو 7.5، دبليو 6 ب1.10، دبليو 5 ب1.10، دبليو 4 ب2.10، و ال 3 ب5، و ال 2 ب7. هنجمع دول هنلاقيهم 5 + 1.10 + 1.10 + 2.10 اللي هم 9.10، مضروبين في 5 + 7 اللي هي 12، يبقى 9 × 10 × 12 اللي هي بتساوي 10.8 كيلو جرام في السنتي. وبكده نكون حسبنا العزوم بالأرقام للموتور رقم 3 والموتور رقم 2. طيب ده في القانون اللي فات، أو المثال اللي فات كان في حالة إن اللينك بيتحرك حركة ريفوليوت. طيب لو اللينك بيتحرك عندنا حركة تويست زي ده كده، إن اللينك ده عبارة عن إن هو بيتحرك حركة تويست حوالين المحور أو كيو، ومحتاجين نحسب العزوم للموتور اللي هيحركه. هقول لك ان الحاله ديت ان المسبب للعزوم مش قوه الوزن، لا، ده المسبب للعزوم هو ممانعه الجسم ده للدوران، او بنسميها المومنت اوف انيرشيا. وبالتالي هيكون قانون العزوم بيساوي اي في الفا. اي ديت اللي هي المومنت اوف انيرشيا بتاعت اللينك، الالفا ديت هي الانجلر اكسلريشن. طيب هنحسب المومنت اوف انيرشيا ازاي؟ طيب هنحسب المومنت اوف انيرشيا ازاي؟ هقول لك ان ده جدول بيوضح لنا اشهر قوانين، او اشهر القوانين اللي نقدر نحسب من خلالها المومنت اوف انيرشيا لاشهر الاجسام الهندسيه. هنا هنلاقي ده اللي هو عباره عن جسم اسطواني مفرغ، ده جسم اسطواني مفرغ بس سمكه اكبر شويه، ده سوليد بودي، دي كوره، ده ديسك اللي هو مربع متوازي مستطيلات، دي كمان سفير بس السفير ديت سين سفير اللي هي مفرغه من الداخل، وهكذا. طيب احنا اللينكات، او اللينكات عموما بتكون على شكل سوليد سلندر، فبالتالي المومنت اوف انيرشيا بتاعها الاي بيساوي نصف ام في ار سكوير، الام ده الكتله، الار سكوير ده نص قطرها. طيب خلونا ناخد مثال نوضح بيه ازاي هنحسب المومنت اوف انيرشيا وازاي نحسب العزوم للموتور. اكزامبل، if the total mass of the disk is 2 kilograms and the two and the radius of the disk is 10 centimeters, determine the torque of motor required to rotate the disk with angular acceleration equal 0.5 radian per second square. بيقول لك لو احنا عندنا اللينك ده كده، او اللينك ده بيدور حوالين المحور OQ ده، محتاجين نحسب العزوم للموتور اللي هيحركه. لو كانت كتلة اللينك ده بتساوي 2 كيلو جرام، ونص قطر الديسك ده او اللينك ده 10 سنتي، واللينك ده كمان هيتحرك بانجلر اكسلريشن او عجلة زاوية مقدارها نص راديان بير سكند. طيب تمام، هنقول ان التورك بيساوي اي في الفا، فاحنا محتاجين نحسب الاي. طيب الاي بتساوي ايه؟ الاي احنا عرفناها من الشكل اللي فات ده، ان هي بتساوي نص ام في ار سكوير. طيب تمام، نص ام في ار سكوير، نص في الام الكتله احنا طلعناها هنا اهي ب2، الار سكوير اللي هو الراديوس كان ب10 سنتي، فاحنا نحولها لمتر، هنخليها 0.1 سكوير، وبالتالي هنلاقي ان الاي بتساوي 1/100 كيلو جرام في متر تربيع. طيب التورك بيساوي ايه؟ بيساوي اي في الفا. طيب احنا خلاص حسبنا الاي ومعانا الالفا، فبالتالي هيكون التورك بيساوي بوينت 1/100، او بوينت او 1/100، وبالتالي هيكون التورك بيساوي 1/100 مضروب في نص، هيدينا 5000 نيوتن في المتر. طيب احنا اخدنا في اول سيشن ان الموبل روبوت بيتحرك يا اما عن طريق عجل، يا اما بيتحرك عن طريق ارجل. طيب احنا عندنا موبل روبوت زي اللي في الصوره ده كده، بيتحرك عن طريق عجل، ومحتاجين نحسب العزوم للموتور اللي هيحرك العجل ده. هنحسبه ازاي؟ هقول لك تعالى الاول نشوف تاثير القوى اللي بتاثر على العجل، وبالتالي او شكل القوى اللي بيأثر على العجل ازاي، وبالتالي نقدر نحسب العزوم للقوى دي. طيب لو قلنا ان ده العجله كده بتتحرك على الارض بالشكل ده، تحرك على الأرض بالشكل ده كده، أرض ممتدة معانا كده في الناحيتين، وجينا نبص على القوة، هنيجي نلاقي إن العجلة بتأثر على الأرض بقوة اللي هي قوة وزنها، والأرض بترد عليها بقوة رد فعل عبارة عن N، وبتساوي قوة الوزن ديت في المقدار بس مضادة لها في الاتجاه.
طيب العجلة ديت لو جت تتحرك هتتغلب على ايه؟ العجلة ديت لو جت تتحرك القوة اللي هتأثر عليها هي قوة الاحتكاك بين الأرض وبين العجلة. طيب تمام. طيب قوة الاحتكاك دي بتساوي ايه؟ قوة الاحتكاك دي بتساوي معامل الاحتكاك بين الأرض والعجلة مضروبة في رد فعل الأرض على العجلة اللي هو ال N ده. طيب فين المسافة اللي بتأثر عليها، أو المسافة اللي بتاعت القوة اللي بتأثر على العجلة اللي متخلاش تتحرك أو الموتور المفروض إن هو يتغلب عليها؟ هي المسافة من الأرض إلى مركز العجلة. فلو جينا نحسب العزوم هنلاقي إن قانون تورك بيساوي الميو في الإم في الأر. إيه ده، القانون ده جه منين؟ هقول لك بالراحة، إحنا مش قلنا إن القوة اللي العجلة هتتغلب عليها هي قوة الاحتكاك؟ أيوة. طيب قوة الاحتكاك دي بتساوي إيه؟ قلنا إن هي بتساوي معامل الاحتكاك في رد الفعل. طيب رد الفعل ده بيساوي ايه؟ قلنا ان رد الفعل بيساوي قوة الوزن بيساوي ام في جي. فاحنا بنقسم على العجلة الجاذبية الأرضية عشان تكون الوحدة كيلو جرام، فبالتالي رد الفعل هيساوي الكتلة. طيب تمام، يبقى اذا قوة الاحتكاك هتساوي الميو في الام. طيب خلاص احنا عرفنا ان الميو في الام ديت هي قوة الاحتكاك. طيب ايه الار ديت؟ دي الار دي المسافة العمودية بتاعة العزم اللي هي نص قطر العجل، وبالتالي هيكون قانون الاحتكاك او قانون التورك التي بتساوي الميو في الام في الار، حيث الميو ده الكوفيشنت اوف فريكشن بتوين ويل اند فلور، ده معامل الاحتكاك بين العجله والارض. فانت بتشوف الماده العجله مصنوعه من ماده ايه والارض من ايه، وبتجيب معامل الاحتكاك بينهم وتعوض بيه في القانون. طيب الام دي كتله الـ الروبوت كامل، يعني انت بتشوف مثلا انت عندك الروبوت بيتحرك على كام عجله، هتقول لي مثلا ان الروبوت بيتحرك على 4 عجلات، هقول لك تقسم كتله الروبوت كله على ال4 عجلات هيديك الكتله اللي شايلها كل عجله. طيب ايه الار ده؟ دي نص قطر العجل. طيب تمام، خلونا ناخد مثال عملي. اكزامبل اف ذا توتال ماس اوف ذا روبوت از 2 كيلوغرامز، يعني بيقول لك كتله الروبوت 2 كيلوغرام، اند اتس موف اون 4 ويلز، والروبوت ده بيتحرك على 4 عجلات، radius of each wheel is 2 سنتيمترز، والقطر بتاع او نص قطر كل عجله 2 سنتي، عند كوفيشنت اوف فريكشن بيكوال 0.5 بيساوي نص، يعني معامل الاحتكاك بين العجل والسطح اللي هيتحرك عليه نص كيلو جرام. يقول لك ديترمين ذا تورك اوف اتش موتور. طيب احنا دلوقتي هنوقف الفيديو ونبدا نحسب العزوم للموتور ده تبع للقانون اللي فات اللي هو بيساوي التورك بيساوي الميو في الام في الار. خلونا نطلع المعطيات مع بعض ونحل المثال زي الامثله اللي فاتت. هو قال لنا ان المعامل الاحتكاك اللي هو الميو بيساوي نص، وقطر الروبوت كله 2 كيلو جرام، ونص قطر العجله بيساوي 2 سنتي. طيب احنا هنفترض في الاول كده ان الروبوت ده كده بيتحرك على عجله واحده، ونبدا نحسب العزوم على للعجله الواحده ديت. واحنا عندنا مثلا الروبوت 4 عجلات، يبقى نقسم العزوم بتاعت الموتور اللي طالع ده على 4، لان احنا محتاجين 4 موتور شبه بعض لان العجل نفس العجل. طيب هنقول ان التورك بيساوي الميو في الام في الار. طيب الميو معانا بنص، الام ب2 الار ب2، يبقى نص في 2 في 2 هيساوي 2 كيلو جرام سنتي، يبقى احنا محتاجين مواتير بتدي 2 كيلو جرام سنتي. طيب احنا عندنا كام عجله؟ احنا عندنا 4 عجلات، يبقى نقسم الاثنين ديت على 4. هنيجي هنا نلاقي ان التورك اوف اتش موتور بيساوي تي على 2. طيب احنا ليه هنا قسمنا العزوم على 2 ما قسمناهمش على 4 مع ان احنا عندنا 4 مواتير و4 عجلات؟ هقول لك لان في بدايه حركه الموب الروبوت بيكون تبع للقصور الذاتي، بيكون الحمل كله على اخر عجلتين، على العجلتين اللي ورا مش عجلتين اللي قدام. فاحنا اسوأ حاله بالنسبه لنا كده في حاله ان الروبوت على عجلتين بس، فبنقسم العزوم على موتورين مش على 4. وبكده نكون وصلنا لنهايه سيشن النهارده ان شاء الله. اخدنا خلاله ازاي نحسب العزوم للينك بيتحرك حركه تويست، والعزوم للينك بيتحرك حركه ريفوليوت، والعزوم للموبل روبوت في حالة العجلة.